بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، نسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وأن يكتب لنا فيه أوفر الحظ والنصيب والأجر من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، اليوم هو اليوم الثامن من هذا الشهر الكريم. الأيام تمضي ونحن بأمس الحاجة إلى فضل الله سبحانه، فعلينا أن نجتهد فيما بقي من أيام، وعلينا أن نحث الهمم من أجل استغلال الأوقات، وخاصة في هذا الشهر الكريم. القرآن يحثنا على أن نبادر بالعمل وعلى أن نسارع بالعمل، ويريد من المسلم أن يكون صاحب همة عالية. لا شك أن هذه الهمة تزداد في رمضان، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يسارع في الأعمال الصالحة، كان يجتهد في قيام الليل طوال السنة، ولكن إذا دخل رمضان اجتهد اجتهادا أكثر مما كان يجتهده في بقية السنة. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتسأله عائشة عن ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن هذه هي الهمم العالية التي تحرص على استغلال الوقت. أقول نحن اليوم في اليوم الثامن، ليسأل كل واحد منا ماذا عمل في هذه الأيام الثمان. ثمانية أيام مضت، كم ختمنا فيها من القرآن؟ كم اجتهدنا فيها من الأعمال الصالحة؟ ماذا وضعت في صحيفتك؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذه الموازين تحتاج إلى أعمال، تحتاج إلى همة عالية، تحتاج إلى أناس يستغلون الأوقات. الناس للأسف الشديد إذا دخل هذا الشهر بدأوا في تضييع الأوقات، إما بالسهر، وإما وأقصد بالسهر ربما يكون في أحاديث لا فائدة منها، أو يكون بالنوم وكثرة النوم، أو بغيرها من الأشغال والأعمال. السلف رضي الله عنهم كانوا يتخففون من العبادة إذا دخل شهر رمضان، يتخففون من الأعمال إذا دخل شهر رمضان، بل كانوا يستعدون للشهر قبل دخول الشهر. كانوا يجتهدون في قراءة القرآن في شعبان، لماذا؟ حتى إذا دخل عليهم شهر رمضان كانت قراءة القرآن عليهم خفيفة وسريعة. أيها الإخوة، من يعتاد قراءة القرآن تكون قراءة القرآن عنده سريعة وفهمه سريع كذلك، لكن الذي لا يقرأ القرآن إلا إذا دخل رمضان، وإذا قرأ القرآن قرأ وجها ويرى أن ذلك كثير، لا شك أن قراءة القرآن سوف تكون صعبة عليه. ولكن أصحاب الهمم عندما دخل هذا الشهر تجدهم يجتهدون في تلاوة القرآن في النهار وفي الليل، البعض منهم يختم القرآن كل ليلة. هذا هو صاحب الهمة العالية، وقد رأينا وعرفنا بعضهم ممن يختم القرآن كل ليلة، وليس ذلك بصعب. قراءة القرآن على فكرة، من يريد أن يختم القرآن تستطيع أن تختم القرآن في 8 إلى 10 ساعات، 10 ساعات تختم القرآن كاملا، لمن كانت قراءته أيضا سهلة. لمن يقرأ الجزء الواحد في ثلث ساعة
يستطيع أن يختم القرآن في 10 ساعات. ولذلك كانوا السلف يجتهدون في قراءة القرآن. والمقصود في قراءة القرآن، البعض يسأل يقول هل هذه القراءة مع التدبر؟ الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المقصود أنه يقرأ القرآن بالتدبر، هذا هو الأصل. ولكن هل يؤجر المسلم إذا قرأ القرآن ولم يتدبر؟ نقول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. المقصود أنك إذا قرأت القرآن بلسانك وتحرك به لسانك فإنك تؤجر على هذه القراءة. البعض من الناس ربما يترك القراءة يقول أنا لا أتدبر، أقرأ ولا أشعر إلا وأني قد أنهيت الجزء كاملا ولم أتدبر القرآن، هل أؤجر على ذلك؟ نقول نعم تؤجر، بمجرد أنك حركت لسانك بتلاوة القرآن فإنك تؤجر. ولكن الأفضل هو أن يكون مع التدبر. ولذلك إذا سأل سائل قال أيهما أفضل، أن أقرأ القرآن بتدبر ولو قرأت في اليوم جزء واحد، أم أقرأه حذرا وأستطيع أن أنهي في اليوم 5 إلى 10 أجزاء؟ نقول تجمع ما بين الأمرين، تجمع ما بين التلاوة السريعة التي لا تخل بالمعنى، وأيضا مع قراءة أخرى تكون لك خاصة بالتدبر. ويعني ذلك أنك تستطيع أن تختم القرآن أكثر من مرة وفي نفس الوقت أنت أيضا تتدبر القرآن. إذا علمنا ذلك نجد أن الآيات كثيرة تحثنا على المسارعة في الخيرات. مجلسنا هذا إن شاء الله سوف يكون يوميا من 5:30 إلى قبيل الأذان إن شاء الله. أيضا نستقبل الأسئلة، من كان عنده سؤال يكتب السؤال ويسلمه للشيخ أسامة ويقرأ إن شاء الله على حسب ما نستطيع الإجابة عليه. فمن كان عنده سؤال يقدم السؤال يكتبه في ورقة ويسلم للشيخ أسامة. في كل يوم سوف نقف مع بعض الآيات التي تحث المسلم على المسارعة في الخيرات وعلى أيضا صفات أهل الإيمان، نتدبر فيها هذا القرآن العظيم. وقد بينا لكم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، المقصود منه التدبر. من الآيات التي حثنا الله سبحانه وتعالى فيها على المسارعة والمسابقة في الخيرات قال تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أيضا جاءت آيات مهمة يحتاجها المسلم في حياته، تحتاجها في كل لحظة، وهي أمر بالمسارعة في الخيرات. فعليك أخي المسلم أن تتدبر هذه الآيات وأن تعمل بها، وأن أيضا تأخذ بهذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى للعمل بما أرشدنا الله سبحانه وتعالى إليه. لماذا؟ لكي تفوز بالجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. فلا تفرط بمثل هذه الأعمال السهلة والبسيطة ولكنها صعبة على من أشغله الشيطان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أمرنا بالمسارعة وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن في هذه المسارعة مغفرة للذنوب، وبين ما يحصل عليه المسلم وهي الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وقال أعدت للمتقين. ما هي صفات المتقين؟ ما هي الصفات لأهل التقوى؟ كيف تكون من أهل التقوى؟ كيف تحصل على هذا الأجر العظيم؟ الناس يسألون، نسمع الآيات تتعلق بأهل التقوى ونكررها بألسنتنا، لكن هل سارعنا لأن نكون من أهل التقوى؟ هل تسابقنا
لأن نكون من أهل التقوى؟ هل علمنا ما هي صفات أهل التقوى لكي نتصف بها ونعمل بها؟ عجيب أمر الناس الذين يفرطون ويسمعون هذه الآيات وكأنها تمر ولا يتدبر هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى قال: أعدت للمتقين. من هم وما هي صفاتهم؟ قال: أول صفة الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه أول صفة، أنهم ينفقون في السراء وفي الضراء. إذن من مالهم نفقة ينفقونها، سواء في السراء إذا كان قد كان في نعمة وصحة وعافية، وكذلك في الضراء. ولذلك البعض يقول، وربما كثير من الناس للأسف الشديد عندما نقول لهم ينفقون في السراء والضراء يظن أن هذه للأغنياء وأنها ليست له. كيف تقول هذا ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول سبق درهم 100 درهم، درهم واحد سبق 100 درهم، تقبل من هذا وأيضا حظي بالفوز وحظي أيضا بالدرجة العالية أكثر من صاحب 100 درهم؟ كيف ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل لا يملك إلا درهما واحد فتصدق به فكأنه تصدق بماله كله، ورجل آخر عنده مبالغ كبيرة ولم يتصدق منها إلا 100 درهم، فسبق هذا الدرهم 100 درهم. فنقول إذا كنت لا تملك إلا مالا قليلا فإنك إذا أنفقت من هذا المال القليل فإنك تؤجر عليه، وربما سبقت أصحاب الأموال الطائلة بمن يتصدق بالملايين، لأنك ربما لا تملك إلا 1000 ريال مثلا فتصدقت 500، فمعنى ذلك أنك تصدقت بنصف مالك. ذاك الرجل الذي تصدق 1,000,000 ريال ربما تصدق وهو يملك 100 مليون، فيكون تصدق 1 من 10 فقط، فأنت تكون قد سبقت هذا الشخص لأنك تصدقت بنصف مالك. المقصود أن المسلم يتصدق ويكون من أهل الإيمان ومن أهل التقوى ويتصدق بما يستطيع من ماله لو بريال واحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: اتق الله ولو بشق تمرة. إذن الصدقة تكون ولو بشق تمرة، يكتب لك فيها الأجر العظيم. فعلى المسلم أن يسارع، هذه هي المسارعة، سارع بالصدقة بكل ما تستطيع أيا كان. لا تحقر من المعروف، لا تحقر من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي بوجه، أي بابتسامة، ابتسامة في وجه أخيك صدقة، هذه من الصدقات. المقصود من صفاتهم أنهم يسارعون في عمل أو في الصدقة، الذين ينفقون في السراء والضراء. ما هي الصفة الثانية؟ قال: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، هذه صفة أيضا مهمة للمسلم أن يتصف بها. نسمع بالمشاجرات وكذلك ما يحصل أيضا في البيوت بينك وبين زوجتك وبين أولادك، كثير من الأسئلة تصل لنا خاصة للأسف في رمضان. الكثير من الناس يشتكي ما بينه وبين زوجته، يأتي إلى البيت من العمل مرهق، ثم يأتي والزوجة لم تصلح الإفطار، ثم يقول أين الإفطار، فيحصل بينهما مشاجرة ويتكلم عليها ويسبه وتسبه، ثم يحصل بعد ذلك الطلاق. والسبب مشكلة بسيطة، أنها لم تستطع أن تعمل الطعام لذلك اليوم أو الإفطار. هذه ليست مشكلة كبيرة وليست معضلة تصل بالمرء إلى أنه يطلق زوجته على مشكلة تافهة، لكن ما هي الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان وأهل التقوى؟ أنهم يكظمون الغيظ، والكاظمين الغيظ. جئت ووجدت أن الزوجة لم تعمل الطعام، الحمد لله الأمر متيسر، نطلب من المطعم، نأكل اليسير، نأكل تمرة. المقصود هذا هو صفة أهل التقوى، أنهم يكظمون الغيظ. جاء رجل وسابك وشتمك وأهانك، ادفع بالتي هي أحسن،
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا أخطأ عليك المدير في العمل، أخطأ عليك زميل، حصلت بينك وبين أي شخص مشاجرة، ادفع بالتي هي أحسن، عليك أن تكظم الغيظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله يوم القيامة من الحور العين. وأيضا جاء في رواية أخرى أن الله سبحانه وتعالى يرزقه بذلك الجنة. انظر، إذا كظمت غيظا وأنت قادر على أن تنفذ هذا الأمر، أي أنك قادر أن ترد على هذا الرجل، ولكنك كظمت الغيظ، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر العظيم، بل ولو لم يكن من ذلك إلا أن تكون هذه الصفة من صفات أهل التقوى. فعليك أن تبادر أيضا. وهذه المزية أحيانا تحتاج إلى ممارسة. كيف تستطيع أن تكظم الغيظ؟ بعض الناس يقول: أنا ما أستطيع أملك نفسي، أنا عصبي، أنا طبيعتي عصبي. هل نتفق معه؟ نقول: والله فلان عصبي، خلاص انتهى الموضوع. نقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته، قال: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. معنى ذلك أن الحلم يكون أيضا بالممارسة، يكون بتعويد النفس، وهذا أيضا يحصل بما يمارسه المسلم في حياته، خاصة عند وقوع المشكلة. إذا وقعت المشكلة ماذا يجب عليك؟ إذا غضبت ماذا يجب عليك؟ ماذا تفعل؟ أنت الآن تدرب نفسك على أن تكون حليما، أن تكون أيضا كاظما للغيظ. كيف يكون ذلك؟ يكون أولا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. حصلت لك مشكلة، عليك أولا ماذا تفعل؟ تذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكرت الله اطمأن قلبك. أول ما تفعل عندما يحصل لك موقف من المواقف يثيرك ويغضبك، فعليك أولا أن تذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكرت الله اطمأن القلب، فتجد منك التصرف السليم في مثل هذه المواقف. من الأمور المهمة أيضا التجاهل. بعض الناس لا يفوت لا صغيرة ولا كبيرة، سواء مع زوجته أو مع أهله أو مع الناس، يجلس عنده زميل له، أي كلمة يقف عندها. ماذا تقصد؟ أنت تريد أن تسبني، أنت قصدك كذا. عندما تتكلم مع زوجته نفس الشيء، يقول: أنت تقصدين كذا. الزوجة كذلك، عندما يتكلم الزوج معها مباشرة تقول: أنت تقصد كذا، تقوم بالشك فيه، وهكذا ثم تزداد المشاكل. ولكن على المسلم أن يحرص في مثل هذه المواقف، أولا عندما يشك أو يحصل شك أو يحصل أمر مثل هذه الأمور، أن يذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كنت في غضب وشدة غضب وأثارك شخص، فعليك أيضا بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف، إذا كنت واقفا أن تجلس، أو إذا كنت جالسا أن أيضا تتكئ. وهكذا هذه الحركة تساعدك أيضا على أن تملك أيضا الغيظ والغضب، ولا يظهر منك أيضا ما يسيئك أيضا من ردة الفعل. ما كنت ساكتا فأنت في أمان، وأنت في خير، وأنت في أجر عظيم، وأنت صاحب صفة عظيمة من أهل التقوى، ممن يكظمون الغيظ. أما إذا تكلمت بكلام سيء وأيضا رددت هذه الكلمة بمثلها وأكثر، فأنت تكون بهذه الحالة قد اعتديت. في ماذا؟ في إذا تعديت في عباراتك. مثلا رجل يقول يسبك بكلمة فتقوم بسبه بأكثر من ذلك، فهذا يكون أنت الآن قد تعديت. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن ما هو الفضل؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن الخيرية في أن تصبر، في أن لا أيضا تتعدى في عبارتك، أن لا تتعدى العبارة أكثر من ذلك. ولذلك على المسلم أن يكظم الغيظ، وخاصة مع أهله. النبي عليه الصلاة والسلام كان خير الناس لأهله،
ولذلك أيضا نجد أن هذه الصفة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام يفقدها كثيرا من الناس. تجد أنه مع الناس مع أصدقائه تجد أنه يتكلم معهم بالكلام والعبارات الجميلة، تجده يحسن لهم، تجده يكرمهم ويعطيهم العطايا، وإذا جاء عند أهله تجده بخيلا، تجده أيضا بخيلا سواء بالمال بل وبخيلا أيضا بالعبارات الطيبة التي تشرح الصدر وأيضا تطيب الخاطر وتجمع القلوب. تجده إذا دخل بيته تجده هائج، يا فلانة أين كذا، يا ولد اسكت، يا كذا، هذا عجيب أمره، تجده كأنه وحش دخل على أهله. لا شك أن هذه من الصفات التي يتصف بها أهل الشر، بل أهل الإيمان يدخلون بيوتهم في اطمئنان، إذا دخل بيته ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر دعاء البيت، يسلم أيضا على أهله، أيضا يسألهم عن حالهم، هذا الواجب على المسلم. ثم إذا دخل بيته عليه أيضا إذا كان قد حمل بالمشاكل والهموم، وهذا لا يخلو منه أي أحد، إذا دخل بيته وعنده من الهموم ومن المشاكل عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ أول ما يدخل عندما يغير ثيابه يتوضأ، ثم يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ويدعو لنفسه ويدعو لأهله. هذه الركعتان البسيطة التي لا تأخذ منك إلا دقائق والله إنها تشرح الصدر وتجعل الطمأنينة في البيت لك ولأهلك، فلا تفرط بتلك الركعتين التي تركعهما إذا دخلت إلى بيتك تتوضأ وتركع وتصلي لله سبحانه وتعالى ولو كانت سريعة، ففيها الخير العظيم. ولذلك على المسلم أن يكون خير الناس لأهله، وخاصة في هذا الشهر من أولئك، وأنا أقول لكم قصة يعني هذه حصلت البارحة. هذه فتاة تشتكي من والدها وتقول بأنه لا ينفق عليهم وأنه كريم مع الناس، ولكنه مع أهله لا يعطيهم المال ويحرمهم من المال، وهي تتوسل إليه بأن يعطيها المال ولو النفقة، وكان يحرمها من ذلك. من عجيب هذه القصة أن هذه الفتاة وجدت حيلة على والدها كي تحصل على هذا المال. تقول أخذت جوالا آخر، رقم آخر، تقول فقمت أتواصل مع والدي عن طريق هذا الجوال وأخبرت بأنني امرأة محتاجة، وتقول والدها كريم ويتصدق، تقول فأخبرت بأنني امرأة فقيرة وكذا ومحتاجة وإني أحتاج إلى المال وأريد منك أن تعطيني المال. فما كان من هذا الأب إلا أن وافق على ذلك، فقال أرسلي رقم الحساب، فأرسلت رقم حساب لصديقة لها، وبعدما أرسلت هذا الرسالة أصبح الأب يعطيها كل شهر 300 ريال. هي تسأل تقول أنا احتلت على والدي، أنا لا أستطيع أن أحصل على المال ووالدي لا يعطيني المال، ولكن هذه الحيلة نفعت مع الوالد فأصبح يحول هذا المبلغ فأخذ هذا المال. فتسأل هل ما فعلت صحيح أم لا، هل يجوز لي أن أفعل هذا الفعل أم لا، خاصة أن والدها لا ينفق عليها. نقول هذه الحالة قد حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت المرأة وأخبرت بأن زوجها لا ينفق عليها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك في النفقة، أي ما تحتاجين إلى هذه النفقة. فنقول لهذه الفتاة التي حرمت ولم تستطع أن تحصل على مال والدها ولم تستطع أن تأخذ إلا بهذه الطريقة، فلها أن تأخذ هذا المال حتى أيضا يرتفع ما عندها من الحاجة، إما أن تتوظف أو أن يأتيها مال، ولكن هذه مشكلة. ولذلك ذكرت هذه القصة لأبين أن البعض يكون كريم ومنفق ويتصدق، ولكنه للأسف مع أهله ومع ولده للأسف شحيح وبخيل، مع أن الأولوية لمن؟ لأهله، هم الأولى،
هم الأولى بالصدقة، وهم الأولى بالعطية، وهم الأولى بأن ينفق عليهم، وهم الأولى بالإحسان، وهم الأولى بالكلمة الطيبة. فهذا لا شك أن من يفعل هذه الأفاعيل لا شك أنه محروم، حرم من الخير ولو أنه كان يتصدق، لأن الصدقة هي أولى للأقرب. بعض من الناس عنده زكاة، عنده صدقة، للأسف الشديد أن كثير من الناس إذا أراد أن يخرج الزكاة لا يخرجها لأقاربه، يقول هم أغنياء، هم لا يحتاجون، أنا لا أعرف من أقربائي فقير. ولكنه للأسف مخطئ، هناك من الأقرباء من هم بأمس الحاجة لهذه الزكاة ولكنهم يتعففون. هؤلاء لا تتوقع بأنهم سوف يأتون إليك ويطلبون منك الزكاة. ونقول في هذه الحالة أن الزكاة على القريب هي صدقة وصلة، لك أجران في أن تعطي الزكاة للقريب. ولذلك أيضا كلما كان أقرب كلما كانت أيضا الزكاة والصدقة أفضل. ولذلك نقول هل يجوز للشخص أن يعطي الزكاة لأخيه ولأخته إذا كان محتاجين؟ نقول نعم، هم أولى بالزكاة. إذا كان أخوك أو أختك بحاجة للزكاة وهم بحاجة ماسة للمال فإنك تعطيهم من الزكاة، ولذلك يكون الأقرب هو أولى بهذه الزكاة وبهذه العطية. نحن تكلمنا عن هذه المسألة فيما يتعلق بهذه الصفة المهمة التي يجب على المسلم أن يتصف بها، وهي كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ. وماذا جاء بعدها؟ قال والعافين عن الناس. العفو منزلة عظيمة، العفو منزلة عظيمة لا يستطيعها إلا القلة من الناس. الناس بطباعهم إذا حصل لهم يريد الانتقام، يريد ردة الفعل، سبك سبيته، ما لا يعفو عن الشخص. إذا حصل مظلمة يريد أن يأخذ إيش هذه المظلمة. ولكن إذا نظرنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجدناه يسارع إلى الخيرات كما بينا في وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كان عليه الصلاة والسلام يسارع في مثل هذه الأعمال، كان يعفو ويتسامح. يأتيه الرجل الأعرابي الغليظ فيأتي فيجر جبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت جبة غليظة كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه، حتى إنه لما جرها أثرت في جنب النبي عليه الصلاة والسلام، أثرت في جنبه. انظروا شدة هذا الفعل. لو كان أحدنا لربما رماه بعينه، وربما سبه، وربما تكلم عليه، وربما ضربه، كيف تفعل هذا الفعل؟ تقوم بجر هذه الجبة وبهذه الطريقة حتى أنها أثرت بجنب النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن التفت عليه فقال ما حاجتك؟ فقال له هذا الأعرابي مر لي من مال الله. فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه وتصدقوا عليه، فأمر له بعطاء، وقد تبسم عليه الصلاة والسلام ولم يؤنبه عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم عليه، فعفى عنه عن هذا الفعل وكأنه لم يحصل شيء من هذا الرجل. هذا هو العفو. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحا جاء صناديد قريش وكفار قريش جلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هيبة هذا الموقف. النبي كان يحارب من كفار قريش، ولكن بعد أن فتح الله عليه مكة جاء أولئك الذين حاربوه فجلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون ماذا يفعل بهم، ماذا كانوا يتوقعون. الأصل في ذلك أنهم يعاقبون، وهذا حال الملوك وحال الرؤساء وحال الناس الذين في الغالب يسيطرون على الدولة التي عادتهم، فهذا هو الأصل في الغالب. فجلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له، وكانوا يعرفون حال النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الخير،
كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي، يعلمون أنه أقرب إلى الخير، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. آذوا، كسروا رباعيته، أدموا عليه الصلاة والسلام، حاربوه يوم أحد وحاصروه وكادوا يقتلونه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي عفو وأي كرم، بل كان أبو سفيان من أكثر الناس أذًى للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الموقف هو موقف أن ينتقم الشخص ممن آذاه. هل آذاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تكلم عليه؟ هل سبه؟ هل شاتمه؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه بمزية لم يتوقعها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. انظر إلى هذه المزية، مزية عظيمة قدمها النبي لهذا الرجل الذي آذاه. تمثل ذلك في قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: وإما ينزغنك من الشيطان، انتبه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ماذا؟ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. عليك إذا أردت أن تعفو عن شخص وجاءك الشيطان ووسوس لك بأن هذا لا يستحق العفو، لا يستاهل، لا يهمك، انتبه منه، ترى خادع، ترى كذاب، ترى كذا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا عفوت ليكن العفو لله، لا يكون من أجل أن تحصل على مزية من هذا الشخص، لا تريد أن الناس يثنون عليك، لا تريد من هذا الشخص الذي عفوت عنه أي أمر من أمور الدنيا حتى الدعاء. ولذلك إذا عفوت لله أنت ترجو الأجر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، لا ترجو من هذا الشخص. إذا أعطيت شخصا صدقة، أعطيته 1000 ريال، ولما أعطيته هذا المبلغ 1000 ريال قال لك: الله لا يوفقك، الله لا يجزاك خير، أنت ما أعطيتني إلا 1000 ريال، ماذا تقول؟ أنت أعطيته لله أم أعطيته لأجل هذا الرجل؟ أنت أعطيته لله، خلاص اسكت واذهب ولا ترد على هذا الشخص. هذا هو الميزان الحقيقي، إذا سكت فأنت أعطيت هذا الرجل لله وترجو ما عند الله، لا ترجو من هذا الشخص. بعض الناس إذا تصدق يريد من الناس أن يدعو له، لا تطلب الدعاء. أيضا الدعاء لا تطلبه من الشخص الذي تنفق عليه أو تتصدق عليه أو تعطيه من الزكاة، ولكن عليك أن ترجو الفضل وترجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص، هذا هو الصدق، هذا هو الميزان. الميزان الحقيقي عندما تريد أن تعرف أنك أنفقت هذه النفقة لله ولوجه الله، فعليك أن لا تنظر ما يقابلك من هذا الشخص الذي أنفقت عليه وأعطيته. المقصود نرجع إلى هذه الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العفو أمره عظيم. جاء رجل، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نام تحت شجرة، وقد علق النبي عليه الصلاة والسلام سيفه على هذه الشجرة، فجاء رجل فلما وجد النبي عليه الصلاة والسلام نائما والسيف على الشجرة وهو عدو للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذه فرصة، هذه فرصة لأقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ هذا الرجل السيف وسله، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله. انظر إلى اليقين، انظر إلى اليقين، قال: الله. فما كان من هذا الرجل إلا أن سقط السيف من يده، سقط السيف من يد هذا الرجل. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ هذا السيف، فقال:
من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فطلب هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام العفو والتسامح. انظروا، كان يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان إلا أن كانت الدائرة على هذا الرجل، وكان السيف بعد ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي الآن يستطيع أن يقتله، وخاصة أنه كان معه أصحاب رضي الله عنهم. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام العفو والتسامح، فسامحه عليه الصلاة والسلام، فما كان من هذا الرجل ماذا؟ كان منه إلا أن أسلم وأيقن بذلك. إذن العفو أمر مهم جدا، ولذلك نقول أن أحق الناس بالعفو هم من؟ هم الأهل، أقرب الناس إليك. العفو للوالدين لو أخطأ عليك، العفو لإخوتك، العفو لزوجتك، العفو أيضا لأولادك. العفو مزية عظيمة، ولذلك هو نوع ما يسمى أحيانا بالتجاهل. أحيانا يأخذ هذا المعنى جزء من العفو وهو التجاهل. التجاهل هو نص، بل ربما يكون هو الحل كله في كثير من المشاكل التي تحصل بين الناس. تكلم وأساء إليك في مجلس، تجاهل كأنه لم يتكلم. تكلمت الزوجة وأخطأت عليك بكلمة، تجاهل كأنها لم تقل هذه الكلمة. لأن الكثير من الناس عند الغضب يتكلم بكلام لا يعقله. لذلك قال أهل العلم أن الرجل إذا طلق زوجته وهو في إغلاق، وهو مغلق عليه، وطلق الزوجة وقال أنت طالق، وهذا كان بسبب ردة فعل، قالوا أن هذا الطلاق لا يقع، وهو طلاق لا يقع هذا الطلاق. لماذا؟ لأنه قد أغلق عليه، لأنه يتلفظ ويتكلم ولا يشعر بهذا الكلام. ولذلك نقول أن المرأة أو الرجل عندما يخطئ، الرجل على زوجته أو الزوجة تخطئ على زوجها، فنقول هذا الخطأ هو عبارة عن ردة فعل وهو غير مقصود. ولذلك أيضا أشبه بمسألة مهمة حتى تستوعب هذا الأمر. القتل أحيانا يحصل شجار بين شخصين، فما يكون من أحدهما إلا أن يأخذ السلاح ويقتل صاحبه، صاحبه، صديقه، أعز الناس إليه، لكنه عندما غضب عليه أخذ السلاح وقتله. لكن سبحان الله، كل من فعل هذه الجريمة وهي القتل، كل من فعل هذه الجريمة عندما يقتل، عندما يطلق الرصاصة ويقتل صاحبه، يفيق ويبدأ يتندم على هذا الفعل مباشرة. لماذا؟ لأنه كان في السابق الشيطان قد سيطر عليه وأعماه، والشيطان كما تعلمون يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأغلق عليه كل شيء حتى إنه أصبح لا يرى، فأغلق عليه. فبعد أن أغلق عليه قتل هذا الرجل، ثم تركه الشيطان بعد ذلك. وهكذا ما يحصل حتى في البيوت، الشيطان إذا حصلت مشكلة بينك وبين زوجتك أو بينك وبين والديك، هذا هو حال الشيطان. يبدأ يقول والدك تراه يكرهك، تراه يريد بك الشر، لا يهمك، تراه يعطي أخوك ولا يعطيك. يبدأ يزرع أيضا عندك الشك في والدك، وأيضا يزرع الشك أيضا في زوجتك، والزوجة كذلك في زوجها، فيثيركما حتى يحصل ما يحصل، إما بما يحصل أحيانا بين الزوجين من طلاق، أو يحصل أحيانا بما حصل وسمعنا أنه يصل الأمر حتى قتل للوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك علينا أن نتصف بهذه الصفات التي ذكرها أيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا هذا الإحسان هو أمر مهم، أمر مهم، الإحسان إلى الناس، وكلاهما كظم الغيظ والعفو عن الناس هو من الإحسان، هو من أعظم الإحسان الذي يتفضل به المرء على صاحبه، على أهله، على والديه. هذا هو الإحسان، أن تكظم الغيظ وأن تعفو عن الناس. ولا شك أن كظم الغيظ والعفو من أهم الصفات، وهي من أهم صفات أهل الإحسان، والله يحب المحسنين. انظر إلى هذه المزية، انظر إلى هذه المزية التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها بعد أن أصبحت من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أن الله يفضلك على كثير من خلقه بهذه المحبة، والله يحب المحسنين.
فأي مزية وأي أعظم فضل من الله أن تكون ممن أحبهم الله. فإذا أحبك الله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أي فضل أعظم من ذلك أن يحبك الله سبحانه وتعالى وأن تكون من أهل الإحسان. إذن كظم الغيظ والعفو عن الناس هذه مزية، وهو ممن يوفق للخير العظيم ويحصل على هذه المحبة والتي فيها الفضل الذي ذكرناه في حديث النبي في الحديث القدسي. ولا شك أن هذا فضل عظيم. ولعل بقية الوقت نقف عند ذلك ونكمل بقية هذه الآية إن شاء الله غدا مع هذه الآيات العظيمة وهذه الصفات لأهل التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من التابعين لكتابه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يعيننا على ختمه في هذا الشهر الكريم مرات عديدة، وأن يكتب لنا في هذه الختمات الأجر العظيم، وأن يكتب لنا أيضا الأجر العظيم في أيضا جلوسنا في مثل هذه المجالس، مجالس الذكر، وأن يكتب لنا أيضا الخير العظيم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يجزيهما عنا خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أولادنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا وفي أزواجنا، وأن يجعلنا من المباركين أينما كنا، وأن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.